هو شريك يعتمد عليه، وربما هو الزعيم العالمي الوحيد الذي احتفلت معه بأحد أعياد ميلادي. هكذا وصف بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ ليرد شي بقوله: بوتين أقرب أصدقائي. الصين وروسيا تحاربتا ثم تقاربتا، وأي تقارب يجمعهما اليوم؟ فرقهما الماضي وجمعتهما مصلحة واحدة وعدو واحد وحاضر مع مستقبل واحد، ويا له من مستقبل مشرق، المستقبل للدولتين هناك في أعلى قمة على سلطة العالم. أما اليوم فالولايات المتحدة الأمريكية تهدد الصين بالتدخل العسكري إذا ما قررت الأخيرة غزو تايوان، وفيما لو تجاهلت الصين تحذيرات واشنطن وغزت تايوان وهناك تدخل أمريكا عسكريا، هل ستتدخل روسيا للوقوف مع أقوى حلفائها في العالم؟ هل سنشهد تحالفا عسكريا ولأول مرة يجمع الصين وروسيا ضد أمريكا؟ عن أي تحالف نتحدث يا سادة؟ أيعقل هذا؟ هل سنرى بكين وموسكو تتقاسمان خطوط المعركة في مواجهة واشنطن؟ هيا بنا لننطلق برحلتنا في دقائق هذا الفيديو. اربطوا الأحزمة، هيا بنا يا رفاق. أمريكا بين فكي كماشة. عام 2018، وفي أكبر مناورة للجيش الروسي منذ الحرب العالمية الثانية والتي شارك فيها 300,000 جندي روسي، هناك شاركت الصين في تلك المناورات في شرق روسيا. وفي العام 2022 السفن الحربية لكل من روسيا وإيران والصين تجري مناورات بحرية مشتركة، إنها مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ. بعد ذلك هددت أمريكا الصين من أي اختراق لتايوان، وما هي إلا ساعات وردت الصين أن التدخل بشأنها الداخلي خط أحمر، وهو بمثابة إعلان حرب، لتدخل في نفس المكان والزمان الصين وروسيا في مناورات شرسة محلقين بطائراتهم ومخترقين أجواء تايوان ولثلاث عشرة ساعة متواصلة، وكأنهم يقولون للأمريكان: ها نحن هنا، أين أنتم؟ تم إطلاق القذائف بشكل هستيري وبطريقة متعمدة، وخلال تلك المناورات تم استخدام أسلحة نوعية وصواريخ حديثة. نعم، هذه المناورات أزعجت الأمريكان وزادت من غيظهم على الصين خاصة، فماذا لو اجتاحت الصين تايوان؟ يرد بايدن ويقولها بملء فمه: أمريكا ستتدخل عسكريا إذا غزت الصين تايوان. الرئيس الأمريكي قام بجولة في آسيا وأعلن شراكة لتكتل جديد يضم 13 دولة ليست من بينها الصين. تحول بايدن الدراماتيكي وتكتله الجديد أشعل الحريق في منطقة المحيط الهادئ وأيقظ التنين الصيني. بكين أطلقت تحذيرا شديد اللهجة: لا شأن لكم أيها الأمريكان بشأننا الداخلي، أفهمتم؟ تدعم روسيا والصين مواقف بعضهما البعض بشأن معارضة توسع الناتو بالقرب من روسيا ودعم مطالبة الصين بجزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي. ليس هذا فحسب، بل إن ظهور الرئيسين بوتين وشي جين بينغ في صورة يرتديان ربطة عنق بنفس اللون البنفسجي ليعلنا عن عهد جديد في النظام العالمي، عهد إن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل فيه فستدخل بين كماشة بكين وموسكو. وهل تستطيع دولة أن تخرج بسلام من بين فكي التنين الصيني والدب الروسي؟ تحالف بعد حرب. العلاقة الوثيقة بين الصين وروسيا لا تمنع أن التاريخ المشترك بينهما مليء بالتنافس والحروب، ولكن اليوم يجمعهما العداء للغرب، فهل يؤدي ذلك إلى تحول الشراكة الصينية الروسية إلى تحالف ضد أمريكا والغرب؟ رغم تحاشي روسيا والصين تشكيل تحالف مشترك، فإن الشراكة الاستراتيجية بينهما تزداد قوة، حتى إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال مؤخرا إن
العلاقة بين البلدين بقوتها ومتانتها تتفوق على أي تحالف. اللافت أن البلدين كان لديهما تنافس أقدم بكثير من تنافسهما مع الولايات المتحدة، إذ توسعت روسيا في الشرق الأقصى على حساب الصين. كما تواجه البلدان عسكريا خلال ستينيات القرن الماضي، رغم أن كليهما كان شيوعيا، وهنا يتجسد المثل العربي أن الصداقة الحقيقية لا تأتي إلا بعد عداوة حقيقية. أيضا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، تحسنت العلاقات بين موسكو وبكين كثيرا، واتفقتا على 3 مبادئ: جيرة صالحة وشراكة قوية وصداقة متينة في السياسة الرسمية. عام 2001 حول بوتين علاقته مع الصين إلى علاقة رسمية، ووقع مع بكين معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي، إذ إن شراء الصين المعدات العسكرية سمح لبرامج التسلح الروسية بالنجاة والبقاء بعد الأزمة المالية التي أصابت البلاد إثر انهيار الاتحاد السوفيتي خلال أوائل 90ايات القرن 20. وباعت روسيا أسلحة حديثة للصين على الرغم من مخاوفها من أن بكين سوف تكون قادرة على نسخ الأسلحة المتلقاة ومن ثم تحسينها، ولذلك تفوقت الصين أوائل عام 2020 على روسيا في تطوير كثير من الأسلحة، كما أن روسيا تعد مزود طاقة رئيسيا للصين. أصبح كل منهما يكمل الآخر، ولا ضير في تفوق أحدهما على الآخر. إزاحة واشنطن. من الواضح أنه بالإضافة للتعاون في المجال العسكري، فإن واحدا من مجالات الشراكة بين الصين وروسيا هو العمل على إيجاد بديل للدولار. الواضح أن الصين تلجأ لهذا الخيار كعمل احتياطي في حال تصعيد الضغوط الأمريكية عليها كالضغوطات والعقوبات المفروضة حاليا على روسيا. فهل تستطيع بكين وموسكو إزاحة الدولار من مكانته كالعملة الأولى في العالم حاليا والأكثر استخداما في بقاع المعمورة؟ قبل عام وصل حجم التجارة إلى مستوى مرتفع جديد بنحو 147 مليار دولار، في الوقت الذي تعد الصين فيه أكبر مشتر للفحم الروسي. وقد اتفق البلدان على صفقة جديدة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار. وقبيل الحرب الأوكرانية بأسابيع، أعلنت الصين وروسيا شراكة بلا حدود تدعم خلالها كل منهما الأخرى في الأزمات بشأن أوكرانيا وتايوان. عندها احتفل بوتين وشي جين بينغ ورفعا كؤوسهما عاليا ليرى الأمريكان أي تحالف سيواجهونه. يا له من تحالف أرعب الغرب وجعلهم في حيرة من أمرهم. أمريكا تستخدم دولا أخرى ساحة حرب ضد خصومها، ولها تجربة ضد روسيا باستخدامها أوكرانيا، وهي تلعب الدور نفسه ضد الصين باستخدامها تايوان كساحة حرب محتملة قادمة. لكن هذه المرة إن تدخلت واشنطن ضد بكين في تايوان، فقد نجد رد الصين في الأراضي الأمريكية، ولن تكون الصين وحيدة حينها، بل مع روسيا جنبا إلى جنب كما تقول تقارير.